تنفيذا للخطط والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية والخاصة بإنجاح أنشطة الحملة الزراعية لخريف هذا العام، ومواصلة للزيارات الميدانية المتكررة والمتعلقة بمتابعة وتقييم أنشطة الحملة الزراعية على مستوى الولايات، هو الهدف من زيارة الوزيرة لديبيا ثومبا والوفد المرافق لها إلى مدينة درباني بولاية شاربة جرمي. وفور وصولها فقد عقدت لقاء عمل مع المعنيين بتنمية العالم الريفي، وذلك بحضور حاكم الإقليم الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر، واستمعت إلى شروحات مفصلة تتعلق بالأنشطة الزراعية وكذا الصعوبات التي تواجه المنتجين الزراعيين والمتمثلة في مسألة توزيع الجرارات إلى التجمعات الزراعية وكذا الخلافات بين المزارعين والرعاة، فضلا عن صعوبة الحصول على البذور المحسنة والمبيدات الحشرية. وقد أكدت الوزيرة الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات المقدمة والعمل بها من أجل إيجاد حلول مناسبة تساعد في مضاعفة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي. ما شاء الله لقينا زرع أناناس كله أدير عشان بيزان دول أكلهم. اليوم ده شفنا مش كيف زرع ده برودوشن ده يبقى أدير. كما تفقدت الوزيرة أيضا الحقول الزراعية التابعة لتعاونية بني شرفع والتي تقدر بعشرات الهكتارات، حيث يزرع فيها مختلف أنواع الغلال. الخضراء وسيلة لتحويل الاقتصاد الزراعي، فكرة بدر بها مجمع سمارت فيلج للتنمية عن طريق استخدام الطبيعة ومحاولة لاستغلال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات في مشاريع الزراعة، حيث استفادت مجموعة من الشباب التي تطمح بالانخراط في العمل في مجال الزراعة وحماية البيئة، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل بين المشاركين تناولت قضايا الزراعة وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات وما هي الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع. صافية محمد يوسف صاحبة المبادرة قالت إنهم يسعون لدعم المشاريع الإنتاجية وتطوير المجتمعات الريفية والتجمعات الشبابية الفاعلة في القطاع الزراعي. إننا كمواطنين كلنا بنعيش من الزراعة دي. اليوم يعني ما في مواد كافية، ما في مواد كافية يعني لأي نار ممكن يعيش بها، فشان أي واحد مننا يعني بعمل جهده عشان بزرع حاجة الناس ممكن تستفيد منها. زيارات ميدانية قام بها المشاركون تعرفوا خلالها إلى الأنواع المختلفة للأشجار وأنواع البذور والمنتوجات التي نحتاجها في تشاد. كيف نادم يعني اللي يقول الريسك يعني كان تيجي تسي زراعة أو بعد ما تبدأ بشنو، وقبل ما تبدأ تسأل أنت تسي شنو وتشوف شنو اللي يمشي في مر في وقت الحصة حاليا قاعدين فوق هذا، زي ما قبل يكلمون قالوا في وقت الحصة قدام المشين هذا توم والبصل ده في حاليا سو حاليا وكنا مشينا يعني عندنا ممكن تدك اللي قاعد يعني أنت فرصة فوق يعني يستفيد فوقها. لديبيا سمدا وزيرة الزراعة أشادت بالمبادرة ودعت الشباب لانتهاج سبل بديلة وطلبت منهم استغلال الأجهزة الحديثة في الزراعة، خاصة أن بلادنا تشاد تتمتع بمساحة واسعة وخصبة لن تستغل بعد، معتبرة الزراعة من أهم مقومات التنمية الدائمة.